هؤلاء الراقصون يجسدون قصة احتجاجات هونغ كونغ بحركاتهم وملابسهم السوداء، وهم يرتدون الأقنعة الواقية من الغاز وعصابات الرأس، حاملين دروعا وعصيا محلية الصنع. وأنتجت هذه المجموعة من الراقصين الهواة مقاطع راقصة تجسد مشاهد لاحتجاجات هونغ كونغ على مدار الأشهر السبعة الماضية، على أمل ربط الناس بالحركة الاجتماعية عبر الموسيقى. وصممت المجموعة المكونة من أكثر من 30 خريجا من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا عدة رقصات في مواقع احتجاج مختلفة في جميع أنحاء المدينة. ولا يريد أعضاء المجموعة الكشف عن أسمائهم الحقيقية أو إظهار وجوههم بالكامل خشية الانتقام منهم. ارتدينا أزياء كالمتظاهرين، ثم حملنا نوعا من العصي أو الدروع، ثم حاولنا تصوير المقاطع المصورة، وكان أمرا صعبا لأنه كان علينا أن نراقب ما إذا كان هناك أي شخص سيأتي ويحاول منعنا. ولضمان عدم وجود رجال شرطة في مكان قريب، طلبنا من بعض أصدقائنا مساعدتنا في المراقبة. ويأمل الراقصون أن يشجع أداؤهم سكان هونغ كونغ على البقاء أقوياء وموحدين، حيث يعتقدون أن الرقص والموسيقى لغتان عالميتان يمكن أن يفهمهما الجميع. اختاروا الرقص والموسيقى لأننا اعتقدنا أن الفن والموسيقى يمكن أن يوحد الناس بسهولة، بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها وعن وجهة نظرهم. أعتقد أن الفن يمكن أن يربط الناس المختلفين بسهولة. وتأمل المجموعة أن تنتشر مقاطع رقصاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وأن تصل إلى المشاهدين خارج هونغ كونغ، وحققت بالفعل هذه المقاطع عشرات آلاف المشاهدات.